أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى تدعم الاستقرار وسبل زيادة الاستثمار وكافة جهود السلام في العالم وفي المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء معالية بمعالي السيد تادا موري أوشيما رئيس مجلس النواب الياباني على هامش زيارة وفد مملكة البحرين للمشاركة في منتدى قمة القيادات السياسية والمنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، منوهة بما يحرص عليه الجانبان لتعزيز أوجه التعاون البرلماني. من جانبه أشاد السيد أوشيما بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا حرص بلاده على فتح مجالات جديدة للتعاون على المستوى البرلماني والتشريعي.